بحثت لجنه الخدمات بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عددا من المراسيم والاقتراحات والمشاريع بقوانين. وجاء ضمن ابرز ما بحثته اللجنه بصفه اصليه الاقتراح بقانون بتعديل الماده رقم 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1989 باصدار قانون الجمعيات والانديه الاجتماعيه والثقافيه والهيئات الخاصه العامله في ميدان الشباب والرياضه والمؤسسات الخاصه وكذلك اقتراح بقانون باضافه ماده جديده الى قانون التدريب المهني والاقتراح بقانون بشان التطبيب عن بعد